لله يا المخنطر ارحم قلبي ولا تخليني فادبي حبك هايم غدي عايش وحدي تنشدي. الإخوة والأخوات أصدقاء ومتابعي القناة، السلام عليكم ورحمة الله. تحية مفعمة بالمحبة والإخاء. حلقتنا اليوم على الجلابة المغربية، واللفظ ديال الجلباب ما كانش معروف إلا في المغرب والأندلس، كيتعتقد أن أصله من الكلمة العربية جلباب كما أورد ابن منظور في رسالة العرب. وكلمة جلابية في المغرب لم تكن تعني سوى لباس خاص بالرجال من اختصاص الفئات العامة والفقراء وأصحاب الحراسة الليلية والصلحاء. الجلابة كانت في الأصل لباس مغربي رجالي، حتى حولتها المرأة المغربية إلى لباس نسائي في بداية أربعينيات القرن الماضي لمواكبة الرجال في سوق العمل وتطوير البلاد، حيث تعتبر الجلابة النسائية بديل عملي من الحيك والملحفة، وكانت كتلبس مع اللتام والقب واقف وبالقنات. المهم هو أن الجلابة المغربية زي محبوب عند الجميع، وعليها إقبال كبير من طرف الفئات العمرية المغربية كافة، حيث كترمز للأصالة المغربية. وصبحت الجلابة مع السلهام والبلغة اللباس الوطني للمغاربة، بل أصبح هذا اللباس جزء من التقاليد المعمول بها المناسبات الرسمية، خصوصا أثناء افتتاح البرلمان، وكذلك في الأعياد الدينية والمناسبات العائلية. وعرف التطور في التصاميم كيتماشى مع الموضة، إلا أن الجلابة المغربية احتفظت بشكلها العام. والجلابة أنواع مختلفة بالنسبة للرجال، فهناك الحبة والنمرية والشخمة والبزيوية والسدفسدة والوزانية، وكاين واحد اللوز معروف على الجلابة كيقول حاجتك على اللي كتبدأ بالجيم، والجيم صنعوها الفهام وداروا لها سبع فوام محل جهنم، وكيقصد سبع فوام سبع فتحات، فتحات القب، فتحات العنق، ومدخل اليدين اليمنى واليسرى، وفتحة في الجانب الأيسر والأيمن، وفتحة في الأسفل. أحبائي، حتى نتلقاو في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. كالعادة ما نحتاج نذكركم بالاشتراك في القناة ووضع لايك، خالص التقدير والاحترام.